هاد السيده نوات ونفدات، وهي مالها وهي حره فيه، فلوسها حره فيهم. انتوما مالكم؟ المغاربه ديالنا مالهم؟ علاش عزيز عليهم ديما يخرجوا للعيب؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس؟ أحوالكم كلها طيبة؟ تنتمنى أنكم كاملين إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال يا رب العالمين. نجية نظير. اليوم كل شيء تتكلم على نجية نظير، السيدة المحسنة نجية نظير. هذا هو الموضوع اللي جيت نتكلم فيه اليوم إن شاء الله. وتنحمد ربي وتنشكره لأن حالة اليوتيوب تحسنت شي شوية هاد يومين الأخيرة، بفضل شكون؟ بفضل نجية نظير. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم، كما خلاتنا هاد السيدة هاد الأيام كل شي تتكلم على واحد الموضوع اللي هو جميل، واحد الموضوع قيم كل شي تهضر فيه اليوم على اليوتيوب. الحمد لله اللي تخلصنا من التفاهات والمواضيع النابية والمواضيع التافهة اللي كانت رائجة هاد الأيام الأخيرة في اليوتيوب، الحمد لله. السيدة نجية نظير اسم على مسمى، لا نظير لها. هاد السيدة ما كاينش بحالها، سمحوا لي والله ما عمرني شفت شي وحدة مثل السيدة نجية نظير. انا كون كان عليا، كون جات عليا، كون كنت نقدر نعطيها وسام ملكي. هاد النوع د الاشخاص هما اللي يستاهلوا الاوسمه، ماشي غير وسام واحد. كون جات عليا انا نعطيها 10 د الاوسمه، تستاهل اكثر من 10. ما شاء الله، سيده ونعمة المراه. خليونا نتكلموا شي شويه على هاد السيده نجيه نظير. السيدة ناجية عملت بزاف ديال الأعمال خيرية، ولكن مسكينة ما كانتش باغية أن الصورة ديالها تظهر، وما كانتش باغية أن الاسم ديالها يبان في مواقع التواصل الاجتماعي. بغات العمل الخيري ديالها يبقى في الخفاء. شوفوا السيدة نعمة التفكير. بغيت نقول لها السيدة ناجية تسمح لي اليوم نهضر عليها، لانها ما دارتش شي حاجه اللي غادي تحشم عليها، ولا العمل ديالها راه مقبول ان شاء الله عند الله. ولكن حنا بغينا نهضروا عليك باش كلشي الناس يسمعوا بك وكلشي الناس يديروا بحالك. السيده نجيه نظير هي امراه اعمال مغربيه، المليارديره نجيه نظير. هاد السيده كما تتعرفوا تبرعات بواحد القدر ديال المال اللي تيبلغ مليار و200 مليون سنتيم. نعم اخوتي، مليار و200 مليون تبرعات به هاد السيده من اجل بناء مدرستين بجماعه ولاد فارس بمنطقه ولاد حمد اللي موجوده بنواحي السطات. هاد السيده اخوتي ماشي هذا هو العمل الخيري اللي دارت فقط في حياتها، راه دارت بزاف ديال الاعمال الخيريه ولكن اللي ما بانوش، ولكن هذا هو العمل الاخير اللي قامت به، ظهر للناس وكل شيء سمع به. هاد السيده هادي اخوتي ما كاينش بحالها، واخا تقلبوا عليها حتى تعياو، قليل جدا او نادرا ما تلقاو شي مراه بحال هاد السيده هادي. نعمه المراه. هاد السيده هادي هاد الشيء اللي قدماته لبلادها المغرب اليوم، بصراحه ما عمرني سمعت ان شي حد دار بحال هاد العمل الخيري الكبير جدا، بالأخص في السيدات. يعني كثيرا ما نسمع أن محسن فعل، واحد الرجل محسن دار هاد القضية، ولا هاد الرجل المحسن تبرع لهادي ولا دار هادي، ولكن قليل جدا من تنسمعوا أن مرأة سيدة قامت بعمل خيري، قليل جدا ما كتيراش. وبالأخص من تسمعوا أنها أنفقت من مالها الخاص، من جيبها، أعطات من جيبها، جبدت من جيبها وأعطات من أجل بناء مدرستين بالمجال القروي. شوفوا سبحان الله العظيم.
ناجية نظير، اعلمي يا اختي في الله انك درتي واحد الصدقة جارية اللي غادي تبقى سنوات وسنوات، لانك ساهمتي في دراسة اجيال. هاد الجوج ديال المدارس غادي يقراو فيها اجيال من بعد اجيال، يعني ساهمات في نشر العلم، ساهمات بمساعدة الكثير الكثير من التلاميذ اللي تيعانيو في المجال القروي باش يوصلوا للمدارس ديالهم، واللي الكثير منهم تنقطع عن الدراسة بسبب بعد الثانوية ولا بعد الإعدادية على المكان اللي تيسكن فيه. هاد السيدة كما قلت كانت رفضات أن العمل الخيري ديالها أنه يبان في صفحات التواصل الاجتماعي، كما تنقولوا أن العمل الخيري خاصو يكون بينك وبين الله باش يتقبل، ولكن شاءت الأقدار أن هذا الخبر ينتشر بسرعة البرق. كما تتعرفوا احنا الشعب المغربي غير اللي فلتات لينا، يعني الحاجة إلا سمعناها ولا شفناها ديك الساعة تتوصل، وشي تيقول هالشي ودغيا الخبر تيتنشر بين الناس. نشوفوا هذا الروبورتاج اشنو تيقولوا الناس على ناجية نظير، ونرجعوا نكملوا الحديث ديالنا من بعد ان شاء الله. الحاجة ناجية مرأة مزيانة محسنة، الله يعاونها، كتعاون الناس، بنات لينا المسجد، بنات المدرسة، هي كتبني في الثانوي وكتدير الخير مع الناس، كتدير الخير مع الناس بزاف. أنا من راسي صيفطتني للحج، مشيت أنا وستاد الناس مشينا للحج، الله يعمر ربي يحفظها، هي بنت البلاد وراها محسنة، الله يعمر ربي يحفظها والله ينجيها. قالت لك انا باغا ندير الخير، قالت لك كاينين الوليدات والبنيات بعاد منهم المدارس وبعاد منهم كيمشيو يقراو في سيدي حجاج ويقراو في سميتو، كاين اللي ما عندوش مسكين كيفاش غادي يدير. دابا هي قربت لينا هنا الاولاد فارس، راه من المصلحه ديالنا حنا، هادشي اللي كاين ولدي. واه كنشكروا هاد السيده على البادره الطيبه اللي دارتنا، وفي اعاده ترميم هاد المدرسه ديال العديلات، وماشي هذه هي الاولى، هذه السيده دارت مشاريع اخرى منه كاينه في المركزيه في مركز ولاد فارس، وكانت من قبل كدير بادرات اخرين بحال كتشري كما شريت بعض اللوازم الطبيه ديال النساء في المستوصف، وترميم بعض المساجد هنا في 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 في, في, في العديلات. شكون هي السيده؟ وهاد السيدة هي ابن بنت المنطقة، منطقة من ولاد فارس، من العديلات، دوار العديلات ولاد فارس. هاد السيدة بحكم أنها بنت المنطقة وعندها غيرة على المنطقة، اقترحنا عليها توضع لنا ممرات إسمنتية لهذه المدرسة بسبب أن الأطفال كيعانيوا من الوحل وقت الأمطار. فإذا بالسيدة الفاضلة قامت ببناء سبعة الأقسام جدود، التعليم الأساسي وقسم التعليم الأولي، لأنه كان كيخص هذه المنطقة التعليم الأولي بحكم أن أبناء المنطقة ذو سن مدروس من 4 سنين حتى 6 ما كيقراوش، كيدخلوا التحضيري مباشرة، وهذا ما كيساهم في نقص مستوى ديال الأطفال. وفي نفس الوقت اقترح عليا السيد المدير الإقليمي بناء ثانوية بمركز ولاد فارس، لانه كانت ثانويه اعداديه من المركز وكيعانيوا فيها التلاميذ من الاكتظاظ في الاقسام وكذلك في المطعم في الداخليه. هذا ما قامت به السيده بانها غتقوم بناء ثانويه تقريبا المبلغ الاجمالي ديالها 1,200,000,000 سنتيم، والمدرسه تقريبا 100,000,000 سنتيم او ما يزيد. وكنشكروا هذه السيده الفاضله بحكم غيرتها على المنطقه وبحكم انتماء لديالها للمنطقه، الله يكثر من امثالها، وكنتمناو ان شاء الله يكونوا ناس محسنين في هذا المستوى في المغرب كامل. ما شاء الله ما شاء الله، يعني سعداتك يا فاعل الخير، شوفوا الناس في ظهرها اشنو تيقولوا عليها، ما شاء الله، يعني سعداتك الا لا ناجية نظير بهذا الخير اللي درتي، تشوفي الناس اشنو تيقولوا عليك في ظهرك، يعني سبحان الله، ما خلات شكون ساعدات، ما خلات شكون عاونات، وكل شيء تيقولها فيها زينة. هاد السيدة اللي دق باب دارها تتساعدو، ما تتردوش خائب، اللي طلبها على المساعدة تتستجيب ليه،
يعني سعداتك يا فاعل الخير. هادو هما الأعمال اللي غادي تلقى بها سيد ربي، هادو هما الأعمال اللي غتلقاها قدامها يوم القيامة إن شاء الله. هاد السيدة أخوتي تبرعات بهذا القدر ديال المال الكبير الكبير جدا باش تبني مدارس في نواحي مدينة سطات في المجال القروي، لأنها كانت تشوف المعاناة ديال التلاميذ، المعاناة ديال الأطفال وهم غاديين المدارس ديالهم. راكم عارفين المجال القروي المدارس في كثير من الأحيان تتكون بعيدة جدا، ومعها التوقيت الساعة الجديدة يعني تتكون باقي الظلام. يعني هي ناجية نظير لمسات هاد المعاناة هذه، شافت هاد المعاناة بعينها وقررت أنها تساعد هاد الأطفال هادو، تعاونهم، تمد لهم يد المساعدة. مدت لهم يد المساعدة باش ما يبقاوش يتكرفصوا مساكن في الطرقان، باش ما يتعرضوش للحوادث ولا توقع لهم شي حاجة خايبة لا قدر الله، مثل حوادث الاغتصاب مثلا، اللي حيتاش هاد التلامذة يخرجوا في الظلام في الصباح بكري، يعني تيكون باقي الظلام طايح، والاكثريه ديال الاهالي تقرروا انهم يحبسوا هاد الوليدات عن القرايه، تيحبسوهم لان المدارس بعيده. هاد السيده هادي لمسات الواقع، حسات بشنو تيعانيو هاد الاطفال، هاد التلامذ هادو. هاد السيده هادي ناجيه نظير فكرت انها تساهم بمالها الخاص في مجال التعليم، لأنها عارفة أن التعليم هو الأساس، لأنها عارفة باش أننا نقوم بهذا البلاد خاصنا نبدأ بأهم حاجة وهي التعليم. إلى الأجيال ديالنا ما قراوش راه ما عمرنا ما نزيدو ببلادنا القدام. السيدة نجية قليل فاش تلقاو بحالها، يعني واحد المعجزة اللي قليل فاش تتكرر، نادرا ما تتلقى واحد السيدة اللي بحال هادي. ولكن للأسف شوفوا هاد العمل الخيري الكبير اللي قامت به، وما رحموهاش الناس من التعليقات في اليوتيوب. كل واحد ويلغي بلغاه، كل واحد وشنو قال، كل واحد وكيف عاير، علاش ما دارتش هكا، علاش اللي ما خسرتش فلوسها هنا، علاش اللي ما دارت هنا، كل واحد وشنو كيفاش يعلق، كل واحد وشنو قال. نخليكم مع هذا الروبورتاج اشنو قالت السيدة ناجية نظير في هذه التعليقات هذو، ورجعوا نكملوا الحديث ديالنا من بعد. السلام عليكم، مرحبا بكم. وصراحة يعني أنا هادشي كامل ما توقعتش غيوصل لهاد المرحلة، لأنه هو كان في صمت وبغيت يكون في صمت، ومع المهم خرج على السيطرة. هاد المبادرة درتها لله، هادشي علاش دقيت الباب ديال الإدارات لقيتهم مرحبين بهادشي. قلت خلينا نخدموا شوية في خفاء، ولكن الظروف ساعدتنا ما بغاتش تبان تبقى في الخفاء، وهادشي اللي كنقولوا حتى دابا كنقول انا بقيت بغيت نبان في الصور. هذه رساله مني للناس اللي كيقول لك هاد السيده دايره تصويرتها باش تنتخب، ولا عندها شي حاجه باغا ديرها في راسها، ولا باغا جيم، ولا ما عرفتش بوز، وهذا هادشي كلشي ما كاينش، وما عندناش باش ننتخبوا، هادشي ماشي الطريق ديالي، وانا باغا ننتخب مع الله سبحانه وتعالى، باغا ننجح مع الله سبحانه وتعالى. اللي ايدوني كنقول لهم الله يجعلها في ميزان حسناتكم، لانكم نتوما مدحتوني وشكرتوني وانتوما ما كتعرفونيش، والناس اللي عيروني وانتقدوني انا كنقول لهم انا ما مسامحكمش عند الله سبحانه وتعالى، انا ما مسامحكمش حتى عند الله سبحانه وتعالى، كله ياخذ الجزاء ديالو، لان الدنيا راه غاده واتحد ما دمر العمر ديالو. هادشي علاش كنقول لهم انا راه عند الله سبحانه وتعالى غناخذ حق. سبحان الله اخوتي، كاينه واحد الفئه ديال الناس عايشين بيناتنا ما تيعجبهمش العجب، حتى حاجه ما تتعجبهم، واخا يدير الانسان اللي دار ولا بدا ما تينبشو على العيب ويجبدوه، ما تيعجبهمش العجب. هاد السيده نوات ونفدات، وهي مالها وهي حره فيه، فلوسها حره فيهم. انتوما مالكم؟ المغاربة ديالنا مالهم؟ علاش عزيز عليهم ديما يخرجوا للعيب، ديما خاصهم ينتقدوا، ديما خاصهم المهم يقولوها فيك خايبة وصافي، خاصهم يجبدوا لك شي حاجة خايبة وصافي
وربي كبير حتى حاجه ما تتعجبهم. بدل ما يشجعوا هاد السيده ويشكروها على هاد العمل الخيري اللي دارت، جالسين تيهرسوا فيها بالكلمات النابيه وينتقدوها. علاش ما حطيتيش الفلوس في المجال الصحي؟ علاش ما حطيتيش الفلوس في المستشفيات؟ علاش ما حطيتيش الفلوس في المساجد؟ واش نتوما غادي توريوها شنو دير وهي فلوسها وحره فيهم؟ وهي راه تا تعاون، هي مساجد بناتها، مدارس بناتهم، الناس تتصيفطهم للحج، العديد العديد من الاعمال الخيريه اللي حتى واحد فينا ما تيعرفها، دارتها في الخفاء. هاد السيده شافت اشنو هي الحاجه اللي خاصه وضروريه في المنطقه اللي تتعيش فيها، شافت ان التلامذ تتكرفصوا باش يمشيو للمدارس، يمشيو للثانويه، فقررت انها تساعدهم ودير لهم جوج ديال المدارس، وزادت من الفوق دارت لهم حتى ترونسبور، يعني طوموبيلات ديال الترونسبور باش دي هاد التلامذ للثانويه وتردهم للمنزل ديالهم باش ما توقع لهم حتى شي حادثه في الطريق لا قدر الله. ومع ذلك اخوتي الناس تنتقدوها، راه كما قلت لكم كاينه واحد الفئه ديال الناس اللي الله يهديهم عايشين بيناتنا، خصهم غير ينتقدوا صافي، خصهم يهرسوا من بنادم وخلاص، هذاك هو العمل ديالهم في هذه الحياه، هذاك هو الدور ديالهم، ماشي يشجعوا الانسان على عمل الخير ولا يديروه قدوه ويديروا بحاله، لا هما شنو حاضين غير للسلبيات، تيهرسوا بنادم ويعطيوه في السلبيات في السلبيات، لا حول ولا قوه الا بالله. وخلاص اخوتي هاد السيده راها قدوه لكم، قدوه لنا حنا المغاربه كاملين سواء النساء ولا رجال، عطاتنا واحد درس مهم اليوم، درس في الاخلاق، درس في الكرم. شوفوا غير سبحان الله النور في وجهها، شوفوا غير الروبورتاجات اللي دارت، ما شاء الله واحد النور في وجهها، ما كاين لا مكياج، ما كاين لا داك اللبس ولا داك تكبر، ولا إنسانة عادية طبيعية رغم أنها غنية جدا ولاباس عليها وميسر عليها الله، الله يزيدها من خير سيدي ربي، ولكن مع ذلك إنسانة طبيعية وعادية وما كاين لا مكياج ولا حتى شي حاجة. هذيك الفئة اللي تتنتقد شكون اللي عزيز عليها؟ عزيز عليها دوك الممثلات اللي شابعين عياقة، شابعين مكياج واللبس العريان، وتعطي لك 10 دراهم المتسول وتصور معاه. نتوما عزيز عليكم بحال هاد الناس هادو، عزيز عليكم المغنيات القانيات، هما اللي تتشجعوا هادوك، ما عمركم ما تتقولوها فيهم خايبه. المغنيه منين تتخرج لكم كلها طبقات ديال المكياج ديال البودر واللبس كله عريان، وتبدا تشيك عليكم وتبدا تعوج عليكم في الهضره، هذيك هي اللي تتعجبكم، بدلا من ان هاد السيده ناجيه نظير مراه طبيعيه عاديه بكل تواضع، وسبحان الله العظيم النور في وجهها، سيدي ربي عطيها واحد الهبه، عطيها واحد الجمال، واحد النور بسبب دوك الاعمال الخيريه اللي تتدير في الناس، يعني سعداتها الله يكثر من مثالها معنا في بلادنا. السيده ناجيه عطات واحد الدرس كبير لكل شيء، الناس الاغنياء، الناس اللي ميسر عليهم الله. كاين بزاف ديال الناس اخوتي اللي لاباس عليهم تيعبدوا الفلوس، يعني ما يسخاوش بفلوسهم، ما يقدروش يدخلوا يديهم في جيبهم ويجبدوا ويعطيو للمسكين، ما تيسخاوش بالريال، تيصحابهم انهم غادي يديو معاهم دوك الفلوس للقبر. راه خصكم تعرفوا اخوتي راه الكفن راه ما عنده جياب، الكفن ما عندوش الجيب، الفلوس الا جمعتيها اليوم في الدنيا راه غتبقى غير في الدنيا، وفي الاخره ما غادي يدي معاك غير الاعمال الحسنه، وما غادي معاك غير الاعمال الخيريه اللي درتيها في الدنيا. كاينين الناس بزاف اغنياء اللي ما تيصدقوش في سبيل الله، وحتى الزكاه ما تيخرجوهاش، ما يسخاوش بفلوسهم، ما تيسخاوش بفلوسهم يعطيوها في سبيل الله. السيده ناجيه عطاتكم درس كبير في القيم وفي الاخلاق وفي السخاء وفي الجود والكرم، سبحان الله العظيم، هذا الدرس تعطيه امرأة، تعطيه سيدة، وانت تعطيه للرجال. هذه هي المرأة المغربية الحرة اللي تنفتخر بها، تنفتخر بها وتنعتز بها كمغربية. وعطاتنا كذلك واحد الدرس، اننا ما نتسناوش دائما من الدولة هي اللي تحقق المشاريع وان هي اللي تكفل بكل شيء. عطات واحد الدرس للناس الاغنياء الميسورين
أنهم يقوموا بواحد الأعمال خيرية، يتساعدوا مع الناس الفقراء وياخدوها واحد القدوة، يديروا بحالها حتى هما ينشئوا مدارس، يديروا مساجد، يعاونوا الناس المرضى اللي شي إنسان اللي فقير محتاج العملية يعاونوه، يتعاونوا مع المستشفيات. يعني كون لقينا غير 10 ديال الناس بحال هاد السيدة نجية نظير في المغرب، كرة ما عرفت فين وصلنا ببلادنا. كون كلشي الناس الأغنياء داروا بحالها، ما عرفتش فين غادي نكون وصلنا. السيدة نجية نظير الله يكتر خيرها والله يكتر من مثالها، نورتي البلاد وساعدتي العباد، الله يكتر خيرك والله يجعلو لك في ميزان حسناتك يا ربي. تنتمنى من كل قلبي أن هذا المشروع يكمل في أحسن الظروف وفي أقرب الوقت باش يستفدوا منه كاع التلاميذ اللي ساكنين في المجال القروي. وتنتمنى من المسؤولين اللي داروا اتفاقية شراكة مع السيدة نجية نظير أنهم يفعلوا هذا المشروع ويوقفوا عليه بمسؤولية. يعني المشروع إلى التقام بمليار وميتين مليون، تحط فيه فعلا مليار وميتين مليون، ماشي النص يتحط في المشروع والنص الله بوحدو اللي تيعلم به. راه هذا هو المشكل الإخوان، هذا هو المشكل الكبير. داكشي علاش السيدة نجية نظير إلا وقفت على هذا المشروع، راه من حقها تعرف كل ريال وفين مشى، كل ريال ومنين داز، كل ريال وشنو دار به. من حقها هاد السيدة، عطات دم جوفها، عطات من مالها الخاص، يعني من حقها خصها توقف على هاد المشروع حتى يكمل إن شاء الله. آخر كلمة خوتي بغيت نقولها للناس الميسورين، خوتي راه الكفن ما عندوش جياب. اليوم إلا عطيتي مرة وساعدتي الناس الفقراء وعاونتيهم، راه ربي تيجازيك 10 المرات. تأكد أن ربي غادي يجازيك على ذاك العمل أضعاف وأضعاف. يعني إلا عطيتي مرة ربي تيعطيك 10 المرات. وفي الأخير تنوجه واحد الكلمة الشكر للسيدة نجية نظير، تنشكرك جزيل الشكر. احنا كاملين اليوم النساء المغربيات تنفتخروا بك، انت عطيتي واحد المثال للمرأة المغربية الحرة القوية اللي تتحب الخير للناس كاملين، اللي تتساعد الفقير والمحتاج وكل شي الناس اللي دقوا على باب دارها. تنتمنى لك كل خير ان شاء الله والتوفيق في حياتك، وتنتمنى اننا نشوفوا العديد والمزيد من الميسورين اللي تيقوموا بحال هاد الأعمال هادي الخيرية. تنشكركم أخوتي على حسن المتابعة، نتلقاو إن شاء الله في فيديو جديد عما قريب. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.